السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا ومرحبا بكم مع أولى دروس المراجعات لمادة التفسير. علل: تسمى الأوقات المحددة للاستئذان بالعورات الثلاثة لأنه وقت يتخفف فيه الناس من الثياب التي تستر العورات. تخصيص الاستئذان بالأطفال والخدم دون غيرهم لحاجتهم إلى الدخول على أهليهم. اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي: يجب الاستئذان في كل الأوقات على أحسنتم الكبار. آداب الاستئذان وردت في سورة النور. من الأوقات التي يتأكد فيها الاستئذان: أحسنتم القيلولة. علل: سورة الفرقان مكية لأنها نزلت بمكة قبل الهجرة، وهذا واضح من موضوعاتها. لماذا سميت السورة بالفرقان؟ سميت بهذا الاسم لوروده في أول آية من السورة، تعظيما لأمر القرآن الذي نزل فارقا بين الحلال والحرام والهدى والضلال. أكمل ما يأتي: ترتيب سورة الفرقان في المصحف 25. أحسنتم، نزلت سورة الفرقان في مكة قبل الهجرة، بارك الله فيكم. ختمت سورة الفرقان ببيان صفات أحسنتم عباد الرحمن وجزاؤهم عند ربهم، رائع. وردت كلمة تبارك في سورة الفرقان 3 مرات متفرقات أحسنتم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.